اليوم هو التاسع من شهر ذي الحجة، يوم عرفة، والحج عرفة. كيف يصل ضيوف الرحمن إلى هذا المكان؟ بعد صلاة الفجر ينطلق الحجاج من منى في اتجاه صعيد عرفة، ملبين بصوت واحد وقلب واحد لرب واحد. يقف الحاج في هذه الرقعة من الأرض الواقعة خارج حدود الحرم، والتي تبعد عن مكة المكرمة 22 كيلو مترا و15 كيلو مترا عن مشعر منى. يمضي الحاج يوما كاملا في صعيد عرفات، ومن أعمال هذا اليوم الإكثار من الدعاء والذكر. وعند صلاة الظهر يقف إمام مسجد نمرة لإلقاء خطبة عرفة، وبعدها يصلي بالحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا بركعتين لكل صلاة. لا تتم الحجة ما لم يقف الحاج في صعيد عرفة هذا اليوم، وعند مغيب الشمس ينفر الحجيج إلى مزدلفة بعد النزول من عرفة، ويؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والمبيت بها وأداء صلاة الفجر باستثناء أصحاب الأعذار.